السلام الله عليكم مشاهدينا ورحمته وبركاته. أضواء على الأحداث هذا اليوم أبدأها من سوريا، حيث يواصل الجيش الوطني السوري تقدمه في منطقة سراقب الاستراتيجية بمحافظة إدلب، وفي إطار العملية التي أطلقها ضد قوات النظام المدعومة من قبل الطيران الروسي، استعاد الجيش الوطني 4 قرى محيطة بمركز مدينة سراقب الذي أعلن استعادتها في وقت سابق اليوم. وتأتي الأهمية الاستراتيجية لمدينة سراقب من كونها نقطة التقاء الطريقين الدوليين M4 و M5. إلى ذلك قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار الخميس إن محادثات أنقرة مع الجانب الروسي حول إدلب وصلت نقطة معينة وستتضح نتائجها خلال الساعات أو الأيام المقبلة، وأضاف سنحدد موقفنا على أساسها. نتابع تقرير. في سوريا لا شيء ثابت، فمناطق النفوذ لا تستقر لراية بعينها ولا التحالفات تدوم، وهي سراقب المدينة الاستراتيجية في الشمال تمسي تحت سيطرة النظام والروس، فتصبح وهي في قبضة المعارضة والأتراك. وأما لقاءات العادة بين الرئيسين التركي والروسي فباتت عسيرة صعبة المنال، وقد بعد الشمال بين صديقي اللحظة ليختار كل طرف تصريف المواقف بلغة السلاح والرصاص ودفع التصعيد إلى منتهاه في لعبة عض أصابع تختبر جلد أنقرة وموسكو. ولم تستسغ روسيا مباغتتها من المعارضة المسنودة تركيا للسيطرة على سراقب، وهي تقاطع مهم لطريقين رئيسيين الM5 والM4، وهما من بدلت موسكو أثمانا باهظة للسيطرة عليهما، وهي اليوم تجد نفسها مضطرة لتمطر المدينة وأطرافها بقصف كثيف عله يردع قوات المعارضة. هو انقلاب في موازين المعركة لصالح أنقرة من منظور الرئيس التركي المتوعد بدفع قوات النظام إلى ما خلف مناطق خفض التصعيد وفك الحصار عن نقاط التفتيش التركية، في معاكسة تامة للإرادة الروسية الراغبة في التوغل أكثر في قلب محافظة إدلب. وصعدت موسكو من لهجتها مؤخرا بتجديد سردية محاربة الإرهابيين في الشمال، مانحة لنفسها حق مواصلة عملياتها العسكرية التي تصفها الأمم المتحدة بالمذبحة. ولا تسد ألسن اللهب المتصاعدة من الشمال السوري الأجواء في وجه الوفود بين أنقرة وموسكو، رغم عجزها عن اجتراح حل يقيهما المزيد من التصعيد. وحده لقاء مباشر بين أردوغان وبوتين قد يهدئ الأوضاع، تقول أنقرة إن اللقاء قد يكون وشيكا بينما يستبعده الكرملين. وتتحمل تركيا لوحدها الكثير من الضغوط سواء في أرض المعركة وخارجها، ما جعلها تعبر عن إحباطها من الفتور الأمريكي في تقديم المدد للقوات التركية بنشر منظومة الباتريوت في الشمال لفرض حظر طيران في المنطقة. تلح أنقرة في طلبها ويتماطل الأمريكيون، رغم أن الأتراك يرون في سيادة روسيا على السماء في تلك المنطقة عاملا يعرقل تقدم الجنود الأتراك، وبات لزاما تحييد الطائرات الروسية لتنحصر المعركة على البر فقط. فهل تجد المطالب التركية أذانا صاغية لدى الأمريكيين؟ أما أن أنقرة ستجد نفسها لوحدها مرة جديدة. مشاهدينا للمزيد أرحب ضيفي هنا في الاستوديو الدكتور محي الدين لاذقاني الكاتب والمفكر السوري. أرحب بك دكتور لاذقاني. بداية، ما الذي يعنيه استعادة الجيش الوطني لسراقب؟ المساحة التي كان النظام والميليشيات الطائفية تلعب بها هي مساحة سهول مكشوفة، معرة النعمان سراقب اقتربوا إلى حد ما من معرة مصرين، وكلها سهول مكشوفة، أي كل من يسيطر على الجو يستطيع أن يسيطر عليها. كانوا يعرفون تماما مجرد اقترابهم من الجبال سوف يتوقفون عند جبل شحشبو، عند جبل الأربعين، عند جبل الزاوية، وكلها مناطق لا يستطيعون أن يتقدموا فيها شبرا واحدا، كما أثبتوا أمس حينما حاولوا أن يتوغلوا في جبل الزاوية. الحسابات الروسية الحقيقة من أخطر ما يمكن،
والحسابات التركية أيضا دقيقة جدا، يعني يستطيع أي شخص منجعس مثلي أو مثلك أو بهدوء بدون ضغوط وقنابل أن يقول أنه والله بيع وسلام وتسليم وبيع، وهذه المفردات الشاذة التي سادت في مواقع التواصل. لكن حقيقة الأمر أن هناك أبطال حقيقيين على الأرض، حقيقة الأمر أن هناك لاجئين ونازحين لهم ثارات عميقة مع النظام ومع الميليشيات الطائفية، وهم قادرون على أن يقاتلوا كما أثبتوا في خلال اليومين الماضيين بكل الوسائل، وأن يدحروا الميليشيات الطائفية والنظام رغم وجود الطيران الروسي. الشباب اليوم في سراقب يقولون أنهم سيصلون الجمعة غدا في معرة النعمان، ويمكن أن يفعلوها. فأنت تتحدث عن شعب يقاوم فعلا محتلين أجانب وميليشيات طائفية، وهذه الحالة لا يمكن أن تقهر. أنت تدافع عن أرض وهؤلاء مجرد مرتزقة، مهما ساعدهم ومن ساعدهم سوف يهزمون. طيب، هل هذا يعني بأنه يعني استعادة سراقب وما حولها والحديث عن استعادة معرة النعمان قريبا، هل هذا يعني بأنه الوعيد التركي بعملية في المنطقة قد بدأ دون الإعلان عن ذلك؟ يعني أشرت أنا إلى الحسابات التركية الدقيقة، وهي لا تتعلق بإدلب وحدها. إذا لاحظت أردوغان اليوم في كلمته في افتتاح معهد الساسة في أنقرة ربطها بالموضوع الليبي، وقال أنه تركيا حققت تقدم في ليبيا وستحقق تقدم في إدلب. اللعبة بوتين يعرف تماما أن المسألة متشابكة. هو في سوريا يزعم أنه مع الشرعية وتم استدعائه من قبل نظام شرعي، وأردوغان في ليبيا يزعم أنه شرعي وتم استدعائه من قبل نظام شرعي، مع أنه مصالحهما متضادة داخل ليبيا. إذن الربط اليوم من قبل أردوغان بين ليبيا وبين إدلب يجعل من الممكن أن نتوقع تماما أن هناك مساومات كثيفة خلف الكواليس يمكن أن تظهر نتائجها قريبا. أن ربما قلت قبل أسبوع وفي هذا الاستوديو بالذات أنه تنفيذ تهديد أردوغان واستعادة المناطق إلى مناطق خفض التصعيد له أهمية بالغة، لأنه سوف يقضي على وهم الحل العسكري الذي يتسلح به النظام ويتسلح به الروس منذ التدخل الروسي في سوريا في سبتمبر 2015. طيب، دعنا نشارك معنا دكتور عبدالله الأسعد مدير مركز رصد الاستراتيجي، ينضم إلي عبر سكايب من اسطنبول. أرحب بك دكتور عبدالله. يعني التقدم في سراقب، استعادة سراقب، هل تحمل رسائل إلى النظام فيما تحمله من رسائل بأنه عليه أن ينسحب إلى النقاط التي حددها الرئيس التركي سابقا ما قبل النقاط التركية؟ مساء الخير لك وللسادة المشاهدين ولضيفك الكريم. يعني في الواقع طبعا هي عبارة عن رسائل كبيرة جدا، بدأت منذ أسبوع، منذ أن بدأوا بالدخول إلى النيرب في المرة الماضية من أجل جس النبض الروسي في تبادل رسائل النارية على أرض الواقع في ظل تدخل تركي داعم للقوات، قوات الجيش الوطني السوري. طبعا بعد أسبوع وما نحن فيه الآن وجدنا أن أصبحت العملية يعني وفق الخطة المرسوم لها، بعد أن تم استطلاع كل الأهداف على الأرض في هذه العملية التي كانت محدودة خلال يوم واحد أو نهار واحد، ومن ثم طبعا تم يعني الاستيلاء على سراقب من أجل أيضا اختبارات أخرى للروس. على ما يبدو أن طبعا ما جرى اليوم من اجتماعات مجلس الأمن، على ما يبدو أن هناك توجه عالمي من أجل طبعا تحجيم نظام الأسد الذي يعني استمر في قتل الناس مع وجود كارثة إنسانية الآن تجري في الشمال. يعني هذه الآن يعني على الرغم من محاولة إظهارها على الإعلام بحوالي 1,000,000 شخص الآن نزحوا ووصلوا النظام إلى جبل الزاوية في ظل يعني الدعم، حتى ليس دعم، يعني هذا لا نسميه دعم، الدعم الناري لعملية يكون طبعا تمهيد جوي، طلعة جوية كثيفة ومن ثم تبدأ قوات برية. الآن
الطيران لا يغادر سماء إدلب نهائيا، يعني إدلب الآن المكتظة بالسكان طبعا كوارث تجري الآن، يعني طبعا دون أن ينظر إليها طيب. المجتمع الدولي بعين الإنسانية نهائيا. طيب دكتور عبد الله، هل هذا التقدم يعني بأنه الأمر قد حسم في المنطقة أم سيبقى الكر والفر سيد الموقف هناك؟ أتوقع الآن بعد يعني بعد هذه العملية التي حاليا يعني قطعت منطقة سراقب وبدأ الآن بالاستيلاء على نقاط نارية قوية، طبعا أتوقع أن عملية الكر بعد هذه المرحلة يعني أتوقع أنها ستتوقف، لأن هذا يعني الآن أصبح واضح الكلام بأن حدود قوات نظام الأسد حسب اتفاق سوتشي هي إلى ما بعد، يعني أو من جهة ما قبل النقاط التركية ما قبل المورد، يعني إلا أن طبعا يعني هذه الجرأة في التطاول طبعا على الشعب ولا أقول الجيش يعني الوطني أو الجيش الحر أو غيره، طبعا الشعب، لأن الشعب هو الذي نزح، هو الذي هجر، حتى الشعب الذي هجر في السابق من الجنوب السوري ومن القوطة الشرقية وكل مناطق سوريا طبعا هو يعاد تهجيره مرة أخرى، يعني وحتى يجد الإنسان أن الغاية طبعا هو قتل الشعب السوري، تهجير الشعب السوري قسرا واقتلاعه من جذوره، يعني حتى الآن إذا ما أراد المواطن في سراقب أن يعود إلى بيته طبعا تم تدميره من قبل الطيران الروسي المحتل. فيعني تفضل. شكرا لك دكتور عبد الله الأسعد، مدير مركز رصد الاستراتيجي، كنت معي عبر سكايب من اسطنبول. دكتور محي الدين الأثقاني، واشنطن بوست تحدثت اليوم عن أنه المذبحة في إدلب وصلت ذروتها ويجب تدفيع موسكو الثمن. السؤال هنا يعني هذا التطور وهذا التقدم هل له علاقة بالمواقف الغربية التي طالما انتقدت مؤخرا هجمات النظام وروسيا، أم أنه كما يرى البعض بالنهاية ستترك تركيا لوحدها بمواجهة موسكو؟ يعني دعنا نأخذ الأمور بالتسلسل قليلا. بوتين استهان بكافة قادة أوروبا، يعني ميركل وماكرون يوافقون على قمة رباعية، يحدد موعدها أردوغان، هو يتهرب منها ويحاول إحراج أردوغان للحظة الأخيرة، ذلك الاصطدام النظري على الأقل في شرق سوريا بين الدوريات التركية والدوريات الأمريكية الروسية تقصد؟ نعم التركية. الخوف الأوروبي من موجات جديدة من الهجرة خلق حالة استنفار في كل أوروبا. حاولت روسيا أن تستبق الأمور باتفاق داخل سوريا، جمعت فيدان مع علي مملوك، رسموا خرائط صغيرة 10 كيلومترات على الحدود. طبعا لم تقتنع تركيا بذلك، لأنه بحسب حساباتها إذا فقدت إدلب اليوم سوف تفقد عفرين غدا، سوف تفقد عزداز وجرابلس، وطبعا الحسكي والقامشلي تفاهم عليها مع الأمريكان وليس مع الروس، وبالتالي هي الآن خارج الحسابات. في أمساء مثل هذه الأجواء لا يستطيع العالم أن يتحمل كارثة إنسانية جديدة كالتي تجري في شمال سوريا. الآن الذي نلاحظه من التحركات الدولية، هذا الأسبوع مجلس الأمن ناقش القضية السورية 3 مرات، 14 وزير خارجية طلبوا التدخل من أجل الحالة الإنسانية، الأمين العام 7 مرات غرد هذا الأسبوع عن الحالة الإنسانية في إدلب. مهما كان هذا العالم أصم وأبكم، لا يمكن أن يظل هكذا إلى النهاية أمام مأساة من هذا النوع، خصوصا بعد أن لاحظ أنه أمام غطرسة روسية لا مثيل لها. حتى أمس البنتاغون يقول الواضح أن روسيا تحتل مناطق إقليمية جديدة وهي سوف تعمل على تآكل الناتو. إذن المعركة دولية صارت، سوريا في كل العالم لا يصطدم العالم إلا حول سوريا، هذه البقعة الجغرافية الصغيرة التي يبدو أنها محور العالم. نعم. طيب يبدو أن هناك ضغوط تمارس على ترامب ليقف موقفا حازما حيال روسيا والنظام في الشمال السوري، وحتى أردوغان يوم أمس تحدث عن ضرورة اتصال آخر مع ترامب ليفي بوعده.
هل تعتقد بأن ترامب سيستجيب؟ نحن نعلم بأنه الذي يمكن أن يقف بوجه روسيا الوحيدة هي الولايات المتحدة. الذي أستطيع أن أخمنه أن حديث أردوغان قبل 3 أيام على أن عندهم مشكلة في شمال سوريا هي تحليق الطيران التركي في الشمال السوري، لأنه روسيا تمنع ذلك، ربما كان يناقش مع ترامب حظر جوي في الشمال السوري. هذه فكرة طرحت كذا مرة، تعيش كل مرة كلما اقترب الحديث عن منطقة آمنة، ثم تموت الفكرة ثم يعودون إليها. والآن التوجه التركي لإقامة منطقة آمنة في إدلب على غرار المنطقة التي أقيمت في عفرين وبقية المناطق، فتركيا والولايات المتحدة الأمريكية ربما تجد في هذه الهدية التركية موقف تستطيع أن تجمع العالم حوله حتى تتفادى الفيتو الروسي في مجلس الأمن أو الفيتو الصوني. بدأت تسريبات تقول بأن هناك احتمال أن يعقد اجتماع للجمعية العامة للأمم المتحدة ويتخذ فيه قرار له إمكانية الإلزام. ربما تفكر الولايات المتحدة الأمريكية بهذه الطريقة. عموما وزير الدفاع التركي قال اليوم أنه عنده محادثة مع إسبر وزير الدفاع الأمريكي هذا المساء، وإذا خرجت حكاية حظر طيران فوق الشمال السوري فهذا يعني نهاية النفوذ الروسي على هذه المنطقة. أشكرك جزيلا دكتور محي الدين لاذقاني، الكاتب والمفكر السوري، على حضورك معنا.